حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره ان عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعه اذ دخل رجل فقال عمر لم تحتبسون عن الصلاه فقال الرجل ما هو الا ان سمعت النداء فتوضات فقال الم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا راح احدكم الى الجمعه فليغتسل